أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للنقاش حول توجه الحكومة لإعادة دمج قوات الجيش الوطني في كافة المناطق المحررة. قال رئيس الوزراء أحمد بن دغر إن الحكومة ماضية في إعادة دمج الوحدات العسكرية والأمنية التي تشكلت في المناطق المحررة على أساس مناطقي، وأشار بن دغر إلى أن القرار يهدف إلى بناء وحدات تتكون من أفراد لا ينتمون إلى منطقة محررة بعينها، بل إلى كل المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل تعني هذه الخطوة إعادة هيكلة جديدة للجيش تحد من الانقسامات بين الوحدات العسكرية؟ وهل الحكومة قادرة على تحمل تبعات الخطوة خصوصا المادية منها؟ مشاهدينا، نبدأ النقاش بعد أن نتابع معكم هذا التقرير. سننتصر للجمهورية. توجه جديد ومهم، وربما هو الأنجع على المستوى العسكري منذ انطلاق حرب التحرير من الميليشيا. هكذا قيم الكثير من المراقبين التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بخصوص إعادة دمج قوات الجيش الوطني والأمن في كافة المناطق المحررة. التصريح على ما يبدو ولد ردود فعل كثيرة، وذهب البعض من خلاله إلى اتهام رئيس الوزراء بمحاولة الدمج بين قوات الجيش الوطني وقوات الميليشيا، وهو ما تطلب توضيحا جديدا بخصوص عملية الدمج، توضيح يكشف عن صدق التوجه في هذا المنحى الذي سيكون له أثر كبير على سير المعركة وإعادة بناء الجيش الوطني والعقيدة الوطنية بعيدا عن المناطقية والولاءات الضيقة. هذه التصريحات أتت في ظل وضع يشوبه الانقسام الحاد في ولاء الوحدات العسكرية، خصوصا بعد أن عملت بعض الأطراف في التحالف العربي على إنشاء جيوش خاصة على أسس أقرب ما تكون إلى المناطقية في الانتماء واللاوطنية في العقيدة العسكرية والمهام الموكلة إليها. وعليه فإن عملية الدمج ستواجه صعوبات كبيرة، لكن الأهم بنظر مراقبين أن تتم وفق رؤى واضحة وبعيدا عن الارتجالية والعشوائية التي شابت الهيكلة السابقة. فهل سينجح هذا التوجه في التغلب على تلك الصعوبات وما يمكن أن يأتي بها من عواقب، خصوصا من بعض الأطراف المستفيدة من الوضع الحالي؟ ذلك ما سيتكشف تباعا في الأيام القادمة. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من العاصمة المؤقتة عدن، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الأستاذ غمدان الشريف. أهلا بك أستاذ غمدان. أهلا وسهلا أخي العزيز. حياك الله. إذن أستاذ غمدان، في البداية دعنا نفهم أكثر، لو تتحدث باستفاضة عن دوافع هذا التوجه الحكومي إلى إعادة دمج قوات الجيش والأمن في المناطق المحررة. بداية، هذا القرار الذي اتخذ من قبل القيادة العسكرية، القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الرب منصور هادي، هو ليس وليد اللحظة، إنما هو قرار اتخذ منذ عام 2015 ومن بعد إصدار قرارات دمج المقاومة الشعبية في الجيش الوطني، وكذلك قرار دمج الوحدات العسكرية والأمنية في الجيش الوطني على أسس حديدة. الذي أقر هذا القرار هو كما نعرف أن المؤسسة العسكرية دمرت تدميرا كاملا بسبب الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيات الإنقلاب. كانت هناك قرارات جمهورية من صمت الرئيس بدمج المقاومة الشعبية، كان لابد من إنشاء معسكرات التي تم تدميرها، لابد من إنشاء كلية عسكرية، لابد من إنشاء كلية الشرطة. حين عادت الحكومة برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وبتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس، عملت على إعادة ترميم المعسكرات. خلال الشهرين الماضيين تم افتتاح الكلية العسكرية ومعهد السلاية للتدريب وتأهيل القادة. كذلك تم إصدار قرار بإنشاء كلية الشرطة في محافظة حضرموت مدينة المكلا. وإنشاء الكلية المؤسسة الاقتصادية، كل ذلك ساعد على تطبيق ذلك القرار. هذا القرار جاء مطلب شعبي، مطلب من المقاومة الشعبية، مطلب من أبناء الجمهورية اليمنية وخاصة في المحافظات المحررة. لذلك تم إعادة بناء المؤسسة العسكرية بكل مؤسساتها ممثلة في وزارة الدفاع وهيئة الأركان وإعداد الظروف المناسبة. لذلك أصبح هذا القرار فاعلا ويمكن تطبيقه.
القرار هذا حظي بتأييد المقاومة الشعبية في جميع المحافظات المحررة، بل هو مطلب جماهيري كما لاحظت أمس ردود الأفعال حوله. لذلك ليس بصعوبة تطبيق ذلك القرار بدمج الوحدات العسكرية وتدريبها وتأهيلها في قاعدة العنز الجوية وكذلك في معاهد السلاية. فائدة هذا القرار فائدة كبيرة، وهو إعادة دمج هذا الجيش بناء على أسس علمية حديثة. وكذلك نحن نعرف أن ظروف الحرب فرضت علينا إنشاء جيش أو إنشاء يعني المقاومة الشعبية نشأت من مناطق محددة، لذلك تولدت لدينا كتائب من منطقة معينة، وهذه الظروف نتجت عن الحرب. ولكن هل نستمر في تلك الظروف الصعبة ونستمر هذا كذلك؟ ليس من المنطق أو ليس من الواقع أن تستمر هذه الوحدات كما هي. الوحدات بحاجة إلى تسريب، بحاجة إلى تأهيل، بحاجة إلى دمج. لذلك اتخذ القرار من لجنة الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة، وتم تأييده من جميع الألوية العسكرية وكذلك المقاومة الشعبية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ غمدان. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من تعز، المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا أخي، وأهلا بك وبضيوفك الكرام وبالمشاهدين أيضا. حياكم الله. إذن أستاذ عبد الهادي، وفقا لما سمعته من السيد غمدان الشريف المتحدث أو المستشار أو السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، وكذلك لما يعني رأيناه أو ما نراه على مستوى القوات العسكرية والجيش الوطني إلى الآن خلال امتداد هذه السنوات، برأيك أو ما هي توقعاتك للعملية، عملية التوجه الحكومي لإعادة دمج القوات الجيش والأمن في المناطق المحررة؟ أعتقد أن دمج قوات الجيش بمسألة ما يعرف بالمقاومة الشعبية أو الفصائل التي تكون منها الجيش عقد مسألة اجتياح القيادين بالمحافظات الجنوبية، هذه المسألة ليست سهلة إطلاقا، وبالتالي عملية قد تحتاج فترة من الوقت نظرا لمجموعة من العوامل التي تأتي على رأسها ما يعرف بإيديولوجية الدولة. إيديولوجية الدولة تحدد المسائل أو الأدوات الخشنة هي صلب الموضوع، ولب هذا الموضوع الأدوات الخشنة هي كل من الجيش والأمن، وهذه الأدوات التي بيد الحكومة. مع الأسف الشديد بقى الحكومة خارج الوطن لفترة، وأيضا ترك المسألة لفترة 3 سنوات أدت إلى أن أصبحت هذه المسميات من المقاومة واقعا لن يكون بسهولة تجاوزه أو بسرعة تجاوزه. طيب في ذلك ما هي العقبات؟ ما هي العقبات التي تواجه الحكومة الآن في سبيل إنفاذ هذه الخطوة؟ أولى العقبات تبدأ أولا في مسألة التمويل والتموضع واحتجاز هذه القوات داخل معسكرات من أجل إعادة تأهيلها، تحتاج فترة من أجل دمجها وإعادة توزيعها على أسس غير الأسس الجغرافية أو الأساس المناطقي أو أيضا المسمى السياسي أو الانتماء. هنالك جماعات محددة لها قيادات بدأت تستقطب من نفس النوع من نفس التوجه وشكلت لنفسها كتائب ومسميات. هذا ما برز في عدن أو برز في تعز أو بقية المناطق المحررة من تعز أو في عدن. هذه المسألة تحتاج إرادة جيش، تحتاج قسم من وضع ثقافة وطنية، أسس محددة في التدريب والتأهيل، وتحتاج إجراءات صارمة. الجيش مكان يحتاج قدر كافي من الصرامة وتوفير إمكانيات هذا الجيش وأدواته. أن تنشئ جيش أنت محتاج إلى توجيه معنوي، إلى توجيه سياسي ومعنوي لهذا الجيش، محتاج إلى تدريب وتأهيل، محتاج إلى مرفقات هذا الجيش وأيضا الرواتب، تحكم في مسألة الرواتب. وبالتالي هذه المسألة تحتاج إعادة التنظيم والتوزيع والتقسيم. وهنالك قسم كبير من الجيش مما كان يعرف بجيش الجمهورية اليمنية متواجد، وهو من سيتولى هذه المسألة بحكم هؤلاء خريجي الكليات العسكرية ويعرفون الأنظمة العسكرية
يجب أن تستكمل هذه البنية بما فيها القضاء العسكري، النيابة العسكرية، الشرطة، أدواتها. المسألة ليست في كليات، الكليات مدى تأهيل على مدى ما بعد 4 سنوات. نحن نتكلم عن الوضع الحالي الآن. المسألة تبدأ من علم الجمهورية اليمنية، ثم تتدرج هذه المسألة إلى الزي والشكل الرسمي، ثم الشرف العسكري واعتبارات هذا الجانب، والصرامة أيضا في التنفيذ والتقيد والتراتب واحترام الروتب. طيب، هذه مسائل أساسية في الجيوش. مفهوم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ عبد الهادي. أعود إلى السيد غمدان الشريف. أستاذ غمدان، إذن أنت تحدثت على أن هذه الخطوة ليست وليدة اللحظة، وأنها تجري عملية الدمج منذ عام 2015. هذا يدفعنا للتساؤل، إذا ما جئنا لي يعني الخطوات العملية لعملية الدمج، أين نحن؟ يعني في أي خطوة نحن الآن من العملية الكلية، من إجمالي هذه العملية؟ إذا ما تحدثنا عن الخطة الأساسية لعملية دمج أفراد الجيش والأمن. أخي العزيز، كما وضح تصريح دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دار، أن هذا سيتم في المناطق المحررة، ليست منطقة محررة بعينها، وإنما في جميع المناطق المحررة. أكدنا لك أن هناك قاعدة العند الجوية، هي مكان يستوعب هذا التدريب. تم إنشاء عدد من المعسكرات الأخرى التي سيتم فيها تدريب وتأهيل هذه القوات المسلحة، الجيش الوطني، بحسب الخطة المدروسة والمعدة لذلك مسبقا. هناك إجراءات تمت تدارسها من قبل الجيش الوطني والقائد على القوات المسلحة، وتم بتوافق مع قوات التحالف العربي. هذه خطط مدروسة ومعدودة أخي العزيز. هم أبناء الجيش الوطني، المقاومة الشعبية بأنفسهم الذي تم ترقيبهم، هم كانوا في أول المطالبين بذلك أخي العزيز. ليست هناك صعوبة في ذلك، وهناك خطة تقام. لذلك أؤكد لك أخي العزيز أن لدينا في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة أخرى القبول بذلك، وهو مطلب شعبي وجماهيري في الصدد الأول. لذلك الخطة تجري وفق المرسوم لها من قبل القيادات العسكرية، وهي تبدأ مرحليا، لن تبدأ بشكل كامل، لحيث أن هناك عدد من القوات الكبيرة في خط التماس تخوض حرب. فمن المستحيل. أين ستبدأ إذن؟ أين ستبدأ أستاذ غمدان؟ في أي المعسكرات أو في أي المناطق ستبدأ؟ أخي العزيز، أكدت لك أنها ستتم في جميع المناطق المحررة. أين ستبدأ لكن؟ بالنسبة لتحديد المعسكرات، سيتم تحديدها من قبل القادة العسكريين المختصين في ذلك. ولكن ما هي المعسكرات؟ ستتم في المعسكرات التي في المناطق المحررة جميعها، لن تستثنى منطقة محررة. سيكون ضمن الجيش الوطني بإعداد قوته، والهدف من ذلك هو فتح المعسكرات، هو عودة المنتسبين للجيش الوطني إلى المعسكرات المباشرة في عملهم، إعادة تدريبهم، تأهيلهم. وكما طيب، هل ستشمل هذه العمليات أستاذ غمداد ما يعرف بقوات النخبة الحضرمية وكذلك الحزام الأمني؟ ستشمل جميع من لديه رقم عسكري، جميع من لديه رقم عسكري تم إدراجه في قوائم كشوفات وزارة الدفاع، لن تستثني أحد، بعيدا عن المسميات، بعيدا عن المعطيات. هناك كما وضح رئيس الوزراء سيكون هناك لون واحد، وسيكون المعنى هو في جيش وطني للجمهورية اليمنية. طيب، يعني ونحن نشاهد أن عملية تسليم الرواتب في بالنسبة للأفراد العسكريين ومنتسبي القوات العسكرية في العموم المحافظات تشهد أحيانا بعض التعرقل. الآن على سبيل هذه الخطوة وعملية الدمج وعملية تغيير يعني التموضع المناطقي بالنسبة لبعض هذه القوات، هل ستكون الحكومة قادرة على الإيفاء بالأعباء المادية لدفع رواتب كل أفراد الجيش؟ أخي العزيز، الذي أخر كثيرا دمج هذه الوحدات العسكرية هي الظروف التي كانت تعيشها الحكومة. الحمد لله بجهود كبيرة وحثيثة بذلتها الحكومة، استطاعت الحكومة أن تخصص جزءا للجيش الوطني، وكذلك
بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية القائد للقوات المسلحة انتظام صرف مرتبات الجيش، وكذلك توفير لهم الغذاء والمستلزمات وكل شيء ضروري لهذه المعسكرات. لذلك تم تأهيل وإعادة بناء معسكرات ومباني للجيش الوطني، لذلك سيتم توفير كل ما يتطلبه من احتياجات ضرورية، وكذلك بالتعاون مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإسهام فاعل من دولة الإمارات العربية المتحدة. لذلك أخي العزيز هناك خطى ثابتة تمضي بها الحكومة الشرعية ممثلة في فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، هي خطى كما ذكرت سابقا ليست وجدت اللحظة، وإنما خطى تم اتخاذها في الماضي وتم التأييد عليها من جميع أبناء القادة، ولدينا بيان من المقاومة الشعبية في المحافظات الجنوبية وكذلك لا. بيان آخر تؤيد هذه الخطوات. لذلك هي مطلب من أجل أن نبني جيشا وطنيا بلون اليمن الواحد، كذلك للدفاع عن الوطن للدفاع عن متطلباته. لا زلنا نخوض حرب مع ميليشيات انقلابيه تريد ان تعبث بامن واستقرار المواطن. نعم، كذلك منع الاصطدامات الداخليه التي تحدث ما بين الحين والاخر في المحافظات المحرره ما بين وحدات عسكريه مختلفه، وكذلك هذا اقلق السكينه في المحافظات المحرره. لذلك دمج هذه الوحدات العسكريه سيجنبنا الصراعات الداخليه في هذه المحافظات، ونحن نعلم نيقن تماما ان المحافظات المحرره شهدت عدد من الصراعات بين الوحدات. نعم استاذ غمدان. طيب في هذه النقطه تحديدا دعني اعود الى الاستاذ عبد الهادي العزعزي. استاذ عبد الهادي، في نقطه يعني وجود ما قد يعتبر بانه يعني خلافات او ما شابه من ذلك في سياق هذه العملية في دمج القوات والابتعاد عن المناطقية في تسميتها أو ما شابه، برأيك هل الأرضية مناسبة أو هل ستواجه الحكومة عوائق لدى الناس أو المواطنين في المناطق المحافظات الجنوبية عدن شبوة حضرموت كذلك؟ لا أعتقد أنها ستواجه عوائق، لكنها لن تؤدي إلى إيقاف عملية الدمج. المسألة مرتبطة بسيادة الدولة. سيادة الدولة تقتضي أن يكون الجيش سياديا، أي أنه لا يرتبط بالمكان الجغرافي الذي أتى منه الأفراد، وإنما يرتبط بثقافة موحدة وبرنامج موحد، يتحول هذا إلى برنامج تنفيذي فيما يخص التوجيه المعنوي والسياسي للجيش، ويخص أيضا الدوائر المختلفة التي تتبع الجيش. هناك مطالب من المقاومة الشعبية في أغلب المحافظات بهذا الاندماج ضمن الجيش. الناس تريد أن تطمئن على مستقبلها، أي أصبحوا بشكل رسمي جنود رسميين. لا أعتقد أن هنالك قوات تستطيع أن توفر إمكانيات للأفراد بالذات من القيادات. ربما الأكثر قائد لديه إمكانيات يستطيع أن يعول من 100 إلى 150 فرد، لا يستطيع أن يعولهم شهر أو شهرين على الأكثر، وبالتالي هم بحاجة إلى التمويل الحكومي، وما دام التمويل بيد الحكومة بشكل أساسي تستطيع أن تفرض هذه الخطوة على الجيش. الجيش دائما يأخذ شكلا واحد، زيا واحد، خطاب واحد إعلامي محدد ولغة محددة. يجب أن تنشط دائرة التوجيه المعنوي أولا، ويتم الإلزام، يجب أن تتموضع المعسكرات في مناطق جغرافية محددة، يجب أن تكون هنالك مناطق تدريبية، مثلا قاعدة العند كمنطقة تدريبية لما يعرف بالمنطقة الرابعة، أو يضاف إليها مناطق أخرى سواء مثلا في لحج أو الضالع أو أبيان. هذه المسألة ليست صعبة، على الحكومة أن تكون أكثر جراءة في طرح هذه المسألة. هنالك تأييد شعبي كبير وتأييدا داخل الجيش عليها، استخدام أولئك الذين كانوا ضمن الجيش من القيادات من الضباط وصف الضباط وعددهم كبير، وهؤلاء مشبعين بثقافة وطنية، خصوصا أولئك الذين غادروا الانقلاب من المرحلة الأولى، يجب الاستفادة منهم في إعادة تأهيل المنضمين الجدد إلى الجيش من لم يكونوا في الجيش أصلا. وبالتالي هذه المسألة ليست صعبة، لكنها تحتاج إمكانيات وتحتاج خطة منضبطة ويتم متابعتها بشكل دوري وبإشراف كامل.
على الحكومة أن تكون أكثر جراءة في طرح هذا الموضوع، ليس في الجانب العسكري فقط ولكن في الجانب العسكري والمدني. يجب أن تنفذ قراراتها وبالقوة أيضا. قد تلقى صعوبات، لكن هذه الصعوبات لن تكون إلى درجة العائق الذي يؤدي إلى إيقاف العملية أو إفشالها. على المجتمع أن يعي أن الجيش في الدول الاتحادية أو غيرها هو سيادي، وبالتالي له قرار موحد ويتبع قيادة موحدة. لا يمكن أن نتكلم عن مفهوم. جيش له أكثر من قيادة. مفهوم. طيب. هذه جيوش أستاذ عبد الهادي مسلحة. نعم. انطلاقا من هذه النقطة والقيادة الموحدة، دعني أتساءل حول يعني أنقل التساؤل إلى الأستاذ غمدان الشريف. أستاذ غمدان، يعني عندما تنتهي هذه الخطة أو تنتهي الحكومة من إنفاذ هذه الخطة بدمج القوات الجيش والأمن في المناطق المحررة، هل سنشاهد تشكيلات خارج سياق وزارة الدفاع وخارج سياق وزارة الداخلية، أم أن كل القوات العسكرية والأمنية ستكون تتبع الحكومة الشرعية بشكل مباشر؟ أخي العزيز، كانت أحد الخطوات التي اتخذتها الحكومة في السابق هي عودة الاعتبار للمؤسسة العسكرية، وذلك فتح مقر وزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن، واستكمال تعيين جميع وحداتها ومكاتبها الإنشائية داخل العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك التوجيه المعنوي، وكذلك وزارة الداخلية على حد سواء. لذلك هناك دائرة المالية بوزارة الدفاع هي المختصة بصرف مرتبات الجيش، ويتم توريد هذه المرتبات إليها، وتتم ومن خلالها يتم إرساله إلى جميع الوحدات العسكرية الأخرى. لذلك سيتم هناك قرار سيادي للجيش كما ذكرت لك، أنه سيكون تحت وزارة الدفاع، وبالنسبة للأمن سيكون تحت وزارة الداخلية، وهذا هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الحكومة. وهناك مخرجات الحوار الوطني الشامل حددت عمل الجيش والأمن وتقسيماته بحسب هذه الوثيقة الدستور اليمني. طيب متى برأيك يعني ستكون هذه الخطة أو سيتم الدمج النهائي لقوات الجيش والأمن؟ ما هو الزمن المطروح من قبل الحكومة لإنفاذ هذه الخطة بشكل كامل؟ أخي العزيز، أؤكد لك أن العد التنازلي لهذه الخطوات تم الانتهاء منه، وهو إعداد المعسكرات وكذلك أعداد المعاهد للتدريب. لذلك الخطوة القادمة هي عملية الدمج، لن تأخذ عدة أيام كما ذكر دولة رئيس الوزراء في تصريح في كلمته في الحفل 55 لثورة 26 سبتمبر، سيتم في أيام القادمة. أؤكد لك أخي العزيز أن هذه ليست ورية اللحظة، وإنما تم الاستيقاظ إليها وتم إعلانها من قبل، ولكنها اليوم بدأ العد التنازلي لتنفيذها. أشكرك. وهي مطلب شعبي كما ذكرت، وتم الترحيب بها من جميع الوحدات العسكرية ومن رجال المقاومة، وكما ذكر الدكتور عبد الهادي جميع أبناء المقاومة الشعبية يريدون ذلك حتى يتم تدريبهم وتأهيلهم ويتم دمجهم في الجيش الوطني ويكونوا أحد الجنود المدافعين عن هذا الوطن. غمدان الشريف، نعم أشكرك إذن أستاذ غمدان الشريف السكرتير الصحفي الخاص لرئيس الوزراء غمدان الشريف، لرئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك أستاذ عبد الهادي العزعزي، برأيك يعني إذا ما تحدثنا عن من يمكن أن يعارض هذه الخطوة، هل يعني إذا ما توفرت عوامل التمويل بالنسبة لهذه الأطراف يمكنها الوقوف بوجه هذا القرار؟ في هذه الحالة يمكن للبعض أن يقف في وجه القرار على اعتقاد أن هنالك تمويلا يتلقاه هذا جانب، أو هنالك شبكة مصالح ربما تكون قد تكونت في الفترة الأخيرة، هنالك نوع مصالح وهنالك مصالح مالية وتجارية تكونت وارتبطت بهؤلاء، بالذات في ظل فترة الفراغ عندما غابت الدولة وبرزت بعض القيادات التي استغلت نفوذها في بناء شبكة مصالح. هؤلاء سوف يعارضون بالتأكيد، لكن هذه المسألة إذا
إذا تراخت الحكومة، وهنا الإشكال الكبير في اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الأمر، فإنها سوف تؤدي إلى مطمطة هذه العملية وتطويلها أكثر من اللازم. عملية الدمج لا تعني بدرجة أساسية بناء كشوفات وأخذ هذه الكتل إلى داخل الجيش وداخل بنيته ووحدته. يجب إعادة بناء الجيش على أساس ألوية، كتائب، سرايا، فصائل، مجموعات وهكذا. هذه العملية الأساسية، وبالتالي في داخل المعسكرات تقسم هذه المسألة بحسب الاختصاصات والاحتياج ونوع المعسكرات. أيضا الجيش والأمن دائما هاتان الوحدتان لهما قوانين خاصة، أي لا يخضعون للقانون المدني المتعارف عليه بقانون الخدمة أو غيره. لهم أحكاما عسكرية ولهم قضاء مستقل ولهم أدوات قصف مستقلة. يجب تنشيط هذه الأدوات والخروج من الولاء للأفراد، للولاء للمؤسسة وللقرار وللتراتبية أو للبيروقراطية القائمة داخل الجيش. هذه مسائل أساسية، والأهم في هذا الجانب هو الإعلام والتوجيه المعنوي. ما الخطاب الذي يجب أن يسوق لهذا الجيش وكيف يتم تغذيته؟ تحتاج دائرة كبيرة لإعادة صياغة هذا الخطاب، إكساب الجيش ثقافة وطنية وبعدا وطنيا بشكل عام. وهذا يرتبط بما يسمونه دائما بالإيديولوجية الدولة. إيديولوجية الدولة هذه مسألة تتجاوز البنيات، تتجاوز الجانب السياسي، تتجاوز المسميات، حتى مسألة وثيقة الحوار، الدستور. هناك قانون للجيش دائما ما يراعي هذه المسألة، ويخضع الجيش لأحكام خاصة في جميع بلدان العالم. في أكثر بلدان العالم ديمقراطية هنالك قوانين خاصة يجب إعمالها. على الحكومة أن تكون جريئة أكثر، وأن تلزم هيئة الأركان بتشغيل دوائرها والرقابة، بدلا من ترك المسألة لقادة الألوية أو لقادة الوحدات الذين ربما تغريهم القوة. نمت شبكة كبيرة من المصالح قد تتواجد أثمان وهمية، قد تتواجد يعني مشكلات من المشكلات التي نعرفها في ظل غياب التنظيم والإدارة. أشكرك إذن أستاذ عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك، كما وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وطاقم العمل، إلى اللقاء.